النهارده كاب الاهلاوي مكسر الدنيا، والحقيقه يمكن يكون بوابه الاهلي هي اللي كانت بوابه الارتباط بينهم في الاساس. عشق الاهلي بالنسبه لعلي بدا من زمان جدا ومن هو صغير، وبالنسبه لليسيا من يوم ما جت مصر. هي مش بس حبت الاهلي، حبت مصر، اهلها وناسها، كلامها ولغتها واكلها وشربها، لغايه لما بقى في جزء منها محدش يقدر ينكر بالتاكيد ان هو بقى مصري في الصميم. بص، هو احلى حاجه في اليسيا الحقيقه، قبل طبعا ما نقدمهم ونتكلم معاهم في تفاصيل كتيره جدا، ان هي بجد واحده تقدر تقول عليها مصريه بجد واهلاويه بجد. لا يمكن تتخيل ان هي جات لنا من كام سنه مثلا، لا دي كانت بتبيع ربابيك يا جماعه دلوقتي. الموضوع كبير جدا، واكيد اكيد في الاول وفي الاخر هي بنت الاهلي. كنا بندردش قبل الانترو، علي قال لنا حاجه كده بس انا انبسطت لما سمعتها، الناس والاهلاويه بيخشوا يوصوه على اليسيا، خلي بالك من بنت الاهلي، موضوع كبير. منورنا، وطبعا علي عثمان واليسيا يانكن، سعداء جدا ان انتوا معانا اول مره ككابل في قناه النادي الاهلي. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه. وانت طيبه. شكرا جدا بجد على المقدمه الجميله دي، وعلى الفيديو العظيم اللي لسه شايفينه ده، احنا اول مره نشوفه بجد. يعني انبسطنا جدا، ويعني ما ترددناش لحظة أول ما كلمونا الإعداد، كان لازم طبعا. يعني ده أكيد طبعا. طبعا ده أول رمضان مع بعض؟ أول رمضان مع بعض. أول رمضان مع بعض. أخبار رمضان مع في وجود علي بقى إيه؟ إيه اللي اختلف؟ إيه اللي جد؟ لذيذ. أنا بحب الجو رمضان، ف يعني أنا بعمل رمضان مع علي السنة دي، فالجو لذيذ، أنا مبسوطة جدا. بنروح نشتري زينة وفانوس. جاب لك في فانوس طبعا. حاجة من عاداتنا. أيوه، عروسة تزعل أنت عارف. لازم لازم. فطرتوا النهاردة مع بعض طبعا عشان الحلقة؟ للأسف لا، بس فطرنا كذا يوم في رمضان مع بعض. يعني انت لازم تجرب موضوع الاكل ده، يعني لازم تطلع. لا جربته. لا لا جربته. اكلها. اليسيا طبيخ مصري فيه، طبيخ مغربي فيه، طبيخ ايطالي فيه، طبيخ بلجيكي فيه. يعني بص، هي دايسه في اي طبيخ. اجمل حاجه بتعملها اليسيا في المطبخ اكل مصري ايه؟ يعني انا عملت محشي. دي دخلت مرة واحدة في ال. لا داست جامد. ده صعب يعني. صعب شوية بس كانت حلوة جدا. يعني محشي. انت اخترتي صعب كتير، مش صعب شوية يعني، وجبة تقيلة يعني. لا بس برافو. عملتها حلوة قوي. لا عملتها عشان رمضان يعني. انا كنت عايزة اعمل محشي لعلي، فكانت جدا.